السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا القرز للحامل في المنام. رؤيا القرز الأحمر أو الأسود للمرأة الحامل يدل على تيسير أمور الحمل والولادة وتحسن حالة المرأة الحامل الصحية والنفسية والشعور بالأمان والطمأنينة وسير الأمور كما تشتهي الحالمة. تحمل الرؤية دلالات على التفاهم والانسجام مع زوجها والنجاح في العمل والعلاقات الاجتماعية. يشير القرز الأخضر في منام الحامل إلى الصحة الجيدة لها وللجنين ومرور الحالمة بفترة هادئة ومستقرة، ويدل المنام على الرزق المؤجل أو عدم القدرة على جني الكثير من الأرباح أو تجارة بسيطة. يرمز أكل القرز الحلو في منام المرأة الحامل إلى تبدل الأحوال من مرحلة التعب والعناء والضيق إلى مرحلة الهناء والعيش السعيد. تدل الرؤية على كثرة الإنجازات والنجاح في العمل والإصرار والتصميم على تحقيق الأهداف. تشير رؤية أكل القرز إلى المستقبل المشرق والواعد. أما أكل القرز الحامض للمرأة الحامل في المنام فيرمز إلى التعب والهم ولكن فترة مؤقتة. في بعض التفسيرات يشير أكل القرز الحامض للمرأة الحامل إلى المولود الذكر، وترمز الرؤية إلى مرور الحالمة بظروف صعبة خلال فترة الحمل واقتراب الفرج واليسر بعد الولادة. ويقول مفسرين الأحلام أن القرز الأحمر في الحلم من العلامات التي تدل على أن المولود أنثى، أما القرز الأخضر أو الأزرق فهو يدل على أن المولود ذكر والله وحده يعلم بما في الأرحام. القرز في الحلم من العلامات التي تشير إلى الولادة البسيطة اليسيرة التي سوف تمر بها هذه المرأة إن شاء الله. أيضا رؤية القرز في منام المرأة الحامل دلالة على أنها ستنجب ذرية صالحة نافعة لها وتفتخر بها، فرؤية القرز في المنام إشارة أيضا إلى الرزق القادم إليها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.